مشاهدينا، سنبدأ معكم من ليبيا، حيث أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من تجدد أعمال العنف في البلاد، حيث لم يتم إحراز أي تقدم لإجراء الانتخابات. ومن جهة أخرى، قامت أطراف الأزمة في ليبيا بزيارات لدول إقليمية لبحث حلول دستورية تنهي الانقسام في البلاد. مهمة الأمم المتحدة في ليبيا تتعطل، والسبب فشلها في الوصول إلى حل ينهي الصراع بين الأطراف المتناحرة على السلطة في البلاد. صراع كان آخر مشاهده ما عاشته طرابلس من أحداث دامية خلفت قتلى وجرحى. تعطل الهيئة الأممية في إنجاح جهود تنفيذ عملية انتخابية تفضي إلى تسليم السلطة لجهة شرعية في ليبيا، أقرته وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزوماري دي كارلو، التي وصفت المشهد في البلاد بالمأزق. دي كارلو جددت دعوتها لحكومتي عبد الحميد دبيبة وفتح بشاغة لاستكمال عمل اللجنة الدستورية المشتركة للوصول إلى اتفاق يحدد إطارا زمنيا لانتخابات تمكن الشعب الليبي من اختيار قادته. أكدت الأمم المتحدة باستمرار أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في ليبيا. على الرغم من جهودنا المستمرة، لم نحرز أي تقدم في التوصل إلى توافق بين الأطراف المتصارعة بشأن إطار دستوري للانتخابات. في السياق ذاته، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني انتقد تقاعس مجلس الأمن في وضع حد للتدخل الخارجي في البلاد، داعيا في الوقت نفسه إلى الإسراع في اعتماد ممثل للأمين العام في ليبيا بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية. من جانبنا ليس هناك أي شيء إيجابي يمكن أن نتحدث عليه اليوم منذ آخر إحاطة شهر الماضي، بل وكما تابعتم عشنا نفس الانسداد السياسي والتوتر الأمني والعسكري، واستمر بل وزاد معاناة الليبيين الإنسانية. فماذا أخبركم من أحداث هذا الشهر؟ الضغط الدولي يتزامن مع حراك إقليمي لأطراف الأزمة، ففي الوقت الذي اجتمع فيه رئيس مجلس النواب عقيل صالح برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة لبحث سبل تحريك الحل السياسي والتوافق على قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات نيابية ورئاسية، أجرى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من المجلس فتح بشغة محادثات في أنقرة. وعلى الطرف الآخر، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في زيارة إلى مالطا مرفوقا بوفد وزاري، تقول دوائره الرسمية أن الهدف منها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. تحذيرات أممية من موجة عنف جديدة في البلاد يقابلها حراك دبلوماسي شرع به أطراف أزمة ممتدة كان آخر مظاهرها سقوط عشرات الليبيين قتلى وجرحى. ونبقى في ليبيا تحديدا العاصمة، حيث طالب سكان وأصحاب المحلات ببلدية طرابلس المركز في ليبيا، طالبوا حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على إخراج التشكيلات المسلحة خارج الحدود الإدارية للمدينة. تتزامن هذه المطالب مع دعوات مماثلة كان قد أطلقها أعضاء من مجلسي النواب والدولة لإجراء الانتخابات في وقت قريب. مرة أخرى تتجدد الدعوة لإجراء الانتخابات النيابية. بيانان صدرا بهذا الخصوص، الأول عن مجموعة من أعضاء مجلس الدولة، والثاني عن برلمانيين أعربوا عن موقفهم. الدعوة تعكس برأي مراقبين انقسام الأجسام التشريعية حول إجراء الانتخابات في الوقت الذي لم تصدر فيه هذه البيانات عن الجسمين بشكل رسمي. أنت لم ترى حتى بيانا يصدر بشكل رسمي عن المؤسسة في ذاتها، وإنما صدر عن مجموعة من الأعضاء داخل هذه المؤسسة. هذا يعطيك على أن المؤسسة في حد ذاتها متفككة، وأنها ليست على قلب رجل واحد. دعوة إجراء الانتخابات يقابلها ميدانيا في طرابلس دعوة أخرى موازية صادرة عن السكان ومخاتير المحلات لتنفيذ قرار صادر عن المؤتمر الوطني العام عام 2013 يقضي بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة. تعزز هذا الموقف بعد الاشتباكات الأخيرة التي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، مع إلحاح مهم بمحاسبة المسؤولين عن الأحداث الدامية. طالب الحكومة بسرعة تعويض المتضررين من هذه الحرب
يعني كثير من الناس طبعا تضررت منازلهم وسياراتهم وأمور أخرى ثانية بيوتهم، نطالبها بسرعة تعويضهم. هذه التطورات محليا تتزامن مع قلق دولي من تجدد العنف في البلاد ودعوات لتوافق مجلسي النواب والدولة حول المواد الخلافية في القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، إضافة إلى تهديد القوى الدولية بتنفيذ عقوبات على المتسببين في أعمال العنف. في الوقت الذي تجدد فيه الأطراف السياسية مطالبها لإجراء الانتخابات، تعبر الأوساط الشعبية وخاصة في طرابلس عن مخاوفها من تجدد الاشتباكات. وما بين هذا وذاك لا تلوح في الأفق ضمانات لإجراء الانتخابات قريبا أو إجراءات لعدم تجدد الاشتباكات. إبراهيم العبدلي، العربي، طرابلس. وعودة مشاهدينا إلى ما بدأنا به حول ليبيا واللقاءات السياسية المرتقبة، ينضم إلينا من ليبيا عبر الهاتف عماد العصاوي الكاتب السياسي، ينضم إلينا من مصر. تحياتي أستاذ عماد. دعني أبدأ معك بمتوقع من لقاء صالح عقيلة مع المشري في القاهرة، هل فعلا ممكن أن يتم الحديث والتوافق على حكومة ثالثة؟ نعم، تحية لك أختي الكريمة وإلى مشاهديك الكرام. أعتقد أن هذه اللقاءات التي تحصل اليوم في القاهرة وفي إسطنبول، يعني لا أعتقد أنها منفصلة عن بعضها، وربما هناك تشاور وهناك توافق بين أنقرة وبين القاهرة على ضم الفرقاء السياسيين والمحاولة في إيجاد مخرج قريب للأزمة، خاصة بعد اشتداد يعني الأيام الماضية الاشتباكات وتطورها إلى اشتباكات مسلحة داخل العاصمة طرابلس، وما أدى به إلى مقتل العشرات، يعني حوالي 60 شخص وإصابة 150. أستاذ عماد، لو تفصل أكثر صلة الوصل بين اجتماعات أنقرة حيث باشغة هناك حاليا والمتوقع من القاهرة، هل باشغة سيكون داعم لخيار حكومة ثالثة، يعني لا حكومته ولا حكومة لدبيبة؟ صحيح، وهذا يعني من صالح باشغة، يعني اليوم إذا كانت هناك خدمة ستقدمها أنقرة لحكومة السيد فتحي بشاغة هي البحث عن حكومة بديلة، يعني كون أن اليوم الحكومة الليبية التي رأسها بشاغة ويدعمها عادل صالح هي حكومة اليوم ربما استنفذت أوراقها، خاصة بعد ما يعني الهزيمة التي لحقتها ربما وانسحاب قواتها من العاصمة طرابلس، بالتالي أعتقد أن إذا كانت هناك خدمة اليوم ستحظى بها الحكومة الليبية فهي إيجاد حكومة ثالثة تبعد الدبيبة المنافس القوي وخصم بشاغة عن السلطة، وأن تكون هناك حل وسط على الأقل ليكون الدبيبة بالنسبة لبشاغة موجود. وماذا عن الدبيبة أستاذ عماد؟ يعني هل يعني الخدمة لبشاغة قد لن تكون خدمة للدبيبة أيضا؟ نعم، لكن أيضا الدبيبة أعتقد أن يعني البقاء في السلطة أكثر، يعني هناك مسؤولية أكبر. يعني اليوم صحيح أن المواجهات الماضية يتحمل مسؤوليتها بشكل أكبر فتحي بشاغة، لكن الحديث أيضا على أن الدبيبة يعني هو أيضا لا يريد التنازل عن السلطة، والحديث عن انتخابات ربما كما انتهى بتقريركم، الحديث عن انتخابات قريبة هو أمر يعني صعب جدا، ليس مستحيل لكن صعب، هناك عديد ربما العوائق التي تواجه إقامة انتخابات في مدة قريبة، بالتالي البقاء بالنسبة للدبيبة في السلطة هناك استياء شعبي اليوم. يعني إذا كان الدبيبة سيبقى فإلى متى؟ وإذا كان الدبيبة سيبقى فمتى الانتخابات؟ بالتالي اليوم أعتقد أن حالة الرضا اليوم التي يحظى بها الدبيبة داخل العاصمة طرابلس، يعني بعد هدوء الاشتباكات، هي حالة مؤقتة قد تصطدم ربما برفض شعبي إذا بقيت الدبيبة لفترة طويلة في الحكم. بالتالي يعني ما الذي يمكن أن يكون هناك خلال الفترة القادمة غير حكومة ثالثة قد تعمل على إنهاء هذا الجدل الحاصل وهذا الخلاف الكبير اليوم اللي تطور كما يعني قلنا. طيب أستاذ عماد، بما أنك جئت على ذكر الانتخابات والعقبات في هذا المسار، الحديث عن غياب إطار دستوري لإجراء الانتخابات، التحذيرات الأممية التي تصدر في هذا السياق، وأيضا هناك انتقاد للتحذيرات الأممية، انتقاد للتقصير الأممي بعدم تعيين ممثل للأمين العام خاص بليبيا، فدعنا نتحدث عن التحذير الأممي أو التقصير الأممي، كيف تراه؟ صحيح صحيح، هناك تقصير أممي واضح أعتقد، ويعني اجتماع الأمس والإحاطة التي قدمت بالأمس
يعني الظاهر السني تحدث بشكل واضح على ان على المجتمع الدولي اليوم ان يتحمل مسؤولياته باتجاه ليبيا، على الاقل تعيين مضغوط جديد. وهناك خياران طرحا في السابق، هو المرشح الالماني والجزائري صدري بوغدوم ربما الذي لا ترضى عنه الامارات، لكن هناك مرشح الماني قد يكون يعني لديه حاله من الرضا على الاقل بالنسبه للغرب. بالتالي يعني لماذا لا يتجه المجتمع الدولي اليوم في يعني بدا لمس خطوط المشكله في ليبيا ومحاوله فعليه ل يعني ايجاد حل ولو بشكل يعني صعب وقوي بالنسبه للاطراف. بالتالي اليوم المجتمع الدولي صحيح انه مقصر جدا، بالتالي الخيار ايضا يجب ان يكون هناك اتجاه فردي بالنسبه للدول. انقره وتركيا يعني تقوم بدور جيد في هذه المساله. انقره كانت لها نجاحات كبيره في الوساطه بين الدول، اخرها ربما يعني ما حصل بين الغرب وبين اوكرانيا في مساله تصدير الحبوب. بالتالي اليوم يعني لا يمكن يعني ترك الموضوع تماما للبعث العمومي والمجتمع الدولي، لان هذا وصلت الفكره. اعتذر عن المقاطعه استاذ عماد، وقتي مع حضرتك انتهى، ولكن شكرا جزيلا على هذه القراءه. عماد العصاوي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من مصر.